اليوم أنا برسم على أشياء بكل حزن، بكل ألم. فرق كبير بين المشاعر اللي كنت برسم فيها قبل والمشاعر اللي برسم فيها اليوم. اليوم أنا برسم على الدمار، على الصواريخ، برسم على الحجر، على الركام، أعمار غزة، لأنه غزة باتت كئيبة، فيش شارع بيخلو من الدمار، فيش شارع، فيش في منزل مهدم. بتمنى أعمار المنازل كلها اللي تم تهديمها، يعني لازم يتم إعمار هذه المنازل في أسرع وقت. هذا بيتي، أنا بتشائم لما أشوفه كل يوم، هذا الدمار الهائل. اخترت الحجر لأنه الحجر شاهد على المعاناة، شاهد على الدمار، شاهد على الجريمة، شاهد على صوت الرعب اللي عشناه.